صار مثلا انواع انواع السنسرز او الديفايسز اللي ممكن نقيسهم وممكن نستعملهم سنسرز. مثلا النوع الخامس مهم جدا في التطبيقات الصناعيه اللي هو الليفل، يعني بمعنى ليكويد ليفل، ارتفاع ليكويد معين في كونتينر، وهذا مهم للتطبيقات اويل اند جاس والبروسيس اندستريز. ليفل ديتكشن بريشر، بريشر او احيانا بنقيس كمان فاكيوم. نقيس الفاكيوم عندي ضغط. كمان احد الاشياء اللي ممكن نقيسها سترين. ستريس فورس مود تورك. ايش عاده نستخدم لاحط قياس ستريس او سترين؟ سترين جيج. ممكن استخدم سترين جيج واحطه في ويتستون بريدج. احد الامثله عليها اني استخدم بريدج، استخدم بريدج، ومثلا بنحط الار اللي راح يزيد، سترين جيج اللي راح يزيد مع زياده ستريس بنحطهم هون، وسترين جيج راح ينقصوا ونحطهم هون. ندخل هون دي سي فولتج من هون. وهذا هون الفولتج اللي بيطلع معنا بيتناسب مع التغير في المقاومة. هاي شو المقاومات هذول اللي بتغيروا؟ هدول سترين جيجز. مكتوبها جوج بس مرفوضها جيج. وهدول الاربع مقاومات ممكن مثلا نحطهم في كانتيليفر بيم. إذا هذا البيم مثلا من هون مثبت في حائط وفي عليه فورس من هاي الجهة، بدي أقيس الفورس اللي محطوط عليه من هاي الجهة، وكان يثبت فيه أو ألزق عليه أربع سترين جيجز من هدول بوندينج، أعملهم بوندينج، فبحط مثلا تو سترين جيجز هون، وتحت بحط تو سترين جيجز. فهدول اللي هون راح يستطيلوا لما بدفش الفورس فبكونوا ار بلس ار بلس، وهدول اللي هون بصير لهم كومبريشن فبصيروا ار ماينس ار ماينس. فهدول التو سترين جيجز هدول بنلزقهم بهذا الشكل. هدول عندين اللي فوق بيكونوا منفصلات على الثنتين اللي فوق، هي منفصلين تماما اه، بس كهربائيا بنوصلهم بهذا الشكل. هاي لها ميزه كمان، إذا أثرت الحرارة عليهم بتأثر الحرارة عليهم بنفس الشكل فما بيطلعوا من الأوتبوت. الحرارة ما لها أثر، لا بل يأثر الحرارة بالكومبينيشن هاي اللي موجودة. هاي أحد أفكار إني أقيس ستريس أو سترين، مرتبطين ستريس وسترين والفورس والتور. ممكن كمان تطبيق ثاني إني أقيس في التور، يكون عندي شافت شافت هاد عليه تورك وبحط عليه سترين جيج زي هيك على 45 درجة، واحد ثاني على 135 درجة، وبحط نفس الشيء على الجهة الثانية، فبكون مثلا واحد من هدول هو ار بلس ومن الجهة الثانية في ار بلس، وهون بكون ار ماينس
يكون عليه توركس معاكسة، ففي عليه تورك مثلا بهذا الاتجاه وفي تورك معاكس بهذا الاتجاه، فهذا يكون كأنه عليه توركس هيك، فهذا الماكسيمم كومبريسيف تورك والتنسايل تورك بيكونوا بهذا الاتجاه. هاي طريقة بنقيس فيها أحد الطرق لقياس التورك.